أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج، وصحتك في أكلتك وفي طبقك وفي مطبخك. كل الكلام ده بنشوفه وبنطبقه يوم الحد من كل أسبوع، بنخلي الأكل صحي ولكن بالطريقة اللي هي المعتادة بنسبة 80-90%. الطبق اللي بنعمله بتبقى فيه كل العناصر الغذائية اللي احنا عايزينها ولكن بطريقة صحية. زي مثلا النهاردة هنعمل طاجن الخضار بالدجاج. دجاج صدور فرخة سليمة، بنشيل الجلد بتاعها طالما ان احنا بنعمل اكل صحي عشان نتخلص من الدهون. ومعانا تشكيلة من الخضار من خير ارضنا، اذا كان بطاطس، كوسة، بتنجان، كل انواع الخضار اللي موجودة عندك. وطبعا يتقدمهم في المرتبة الاولى البصل والثوم اللي هي الدرنيات المفيدة جدا اللي بتخلصنا من الكوليسترول. معانا كمان المانجا وهي السناد مغرقة السوق بحلاوتها وبسكرها. وطبعا المانجا بتاعتنا المصرية مش موجود زيها في كل أنحاء العالم غير في مصر بس أم الدنيا. المانجا النهاردة هنعملها سموزي، هنعملها بطعم النعناع، هنشوف نعملها ازاي، وتاخد فليفر من الليمون هتتحول لمكان تاني مع قليل من السكر. ولكن للأمانة المانجا بتاعتنا مش محتاجة سكر، هي كده كده طعمها سكر. معانا سلطة النهاردة لطيفة وجميلة، سلطة الخس بالشوفان، هنضيف لها التفاح الأخضر مع خل التفاح. السلطة دي تحرق الكوليسترول، فيها التفاح الأخضر وطبعا هو بيكون موجود في السلطة مع خل التفاح نسبة قليلة، وعصير الليمون والشوفان طبعا اللي هو بيتصدر القائمة الأولى في العيادات التغذية. أي دكتور تغذية يقول لك كل شوفان مع حليب، كل شوفان مع سلطة، تعالوا نستخدم الشوفان أو حبوب الشوفان في حاجات كتيرة هنشوفها مع بعض النهاردة. مش عايز أطول حضراتكم نظري، خلونا نشتغل عملي، نعمل الأكل بتاعنا ونشوف التفاصيل والمعلومة الغير معلومة في الحلقة بتاعتنا النهاردة. والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. تعالوا نعمل السموزي بتاعنا الجميل الحلو، سموزي المانجا بالنعناع والليمون. أنا سبت المانجا للآخر علشان المانجا دي عايز الواحد يروق لها كده بصراحة، وما بيعديش يوم غير لما الواحد يأكل مانجا. بس نصيحة مني زي الفرنسويين كده دايما نقدم فنجان القهوه معاها كوبايه ميه ساعة. نعمل ايه بقى؟ بتاكلي مانجا بعدها كوبايه ميه على طول، تتخلصي من الاملاح اللي موجوده فيها وتبقي في الامان، لان المانجا متهمه بان هي فيها موالح ومشاكل مع الكوليسترول ومشاكل مع اليوريك اسيد والحاجات دي كلها. بتاكلي مانجا يبقى وراها كوبايه ميه، بتريحي الكلى، كلى تنها تدعي لك طول الليل، خلي بالك عامله زي الارض العطشانه. مانجا وتلج، والمانجا تطلع من التلاجة مبردة علشان برضو هنعملها سموزي، وعصرة ليمون والسكر وورقتين نعناع حلوين والكاسات اللي هنشرب فيها. حلو الكلام؟ طبعا احنا شطار المصريين، بلاقي ميزة حلوة للأمانة في محلات العصير، المانجا صيف شتاء في محلات العصير، وده حاجة حلوة بتبين المهارة بتاعت المصريين. واحنا علمنا العالم كله ازاي ياكل المانجا المصريه بالذات. ناخد السكينه الحلوه دي كده ونمسك المانجا دي يا عم الشيف، نطلع اللحم بتاعها. الله تعالى يا حلوه، خلينا مع الكبيره دي. ايه ده، السكينه فرحانه ان هي داخله جوه المانجايه. بص على الحلاوه بالله عليك، شوف الحلاوه، اوه ده هي مانجا. اعمل ايه انا بقى؟ بشيل قلبها ده كده. شفت ازاي؟ ودايما بقول لك ايه بقى؟ من المصروف بتاعك سكينه والله العظيم بثلاثه تعريفه، بس شفت ماشيه في المنجايه ازاي؟ هنخلص من الجلده دي. طريقه انت ممكن عندك طريقه احسن يعني. ليه عملتها كده؟ علشان مش عايز يعني ايه المانجا تتبهدل، ما انا ممكن اقشرها زي ما بقشر البطاطس، اخدها زي ما هي كده. اهي شوف الحلاوة، شوف الحلاوة دي راح على فين، دي راح على فين دي. اي 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 في قلب الخلاط. حلو الكلام. ناخد دي كمان. عايز حاجة من مصر وانا جاي لك؟ مسافرين السعودية، مسافرين الكويت، مسافرين اي الامارات، اي دولة عربية، اي دولة اجنبية، جيب لي معاك مانجا وانت جاي. نعم يا غالي. ده اصلا خلي بالك مرت عليا الحاجات دي كلها.
ده كنا في موسم البصل الاخضر، قال لي بالله عليك يا شيف انا مش عايز اي حاجه غير تجيب لي بصل اخضر معاك. قلت له يا عم بصل اخضر؟ قال لي ايوه. بصل الاخضر ده مع طبق الفول الجلابه الصبح حكايه في الخبز التميس في السعوديه. هتقول لي يعني لا البصل الاخضر بتاعنا غير يا باشا، حتى والله العظيم الجرجير غير. شفت المانجا؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ لا القرقوشه دي انا بقى بعدين بخلص الهوا عشان دي عايزه ايه؟ قاعده. زروطة من الآخر يعني. مش شرط أي نوع مانجا يتعمل سموزي، وعملناها آيس كريم على فكرة، وممكن تخش في أطباق الأكل يعني نعمل جمبري بالمانجا. شفت المانجاية؟ شفت المانجاية؟ إيه ده؟ فراشة فراشة هاي. كمان واحدة. أنا هتم أشهر مانجا كده لغاية لما إيه مخرجنا يقول لك وقتك خلص. حد يبقى بايده بمانجا ويسيبها؟ زي الفل اهو. انا فرحان بالسكينه وهي بتغوص جوه المانجا. شفت؟ شفت الحلاوه؟ شفت؟ احنا مش علاوه ولا هعمل عصير ولا هعمل سموزي، هاكلها وخلاص. زي الفل تمام. على فكره هقول لك طريقه حلوه، انت ممكن تجيبي فروت سلط. والله برضو الفكره جت دلوقتي، الايحاءات دي والافكار دي بتيجي كده فانا ايه مش بفوتها. ممكن تعملي فروت سلط لطيف وجميل وتقدميه في نفس الكفر بتاع المانجا، حاجه حلوه يعني. طب بلاش ده، جيب المانجا دي قطعها مكعبات كريات صغيره كده، وتحط عليها اي فليفر من البابريكا من جوز الهند من الفلفل، الحاجات اللي ترضي الخليك تاكلي منها، ومع التسبيكس الصغير ده وتقدميها لطيفه وجميله. جيبي نفس الكفر ده كده وتعملي المانجا ايس كريم وتقدميه هنا، دي لطيفة يعني. ده بالنسبة للكفر بتاع المانجا. برضو جات الفرصة ده احنا نتكلم عنها. ننزل بالتلج. الله، عصرة ليمون حلو قوي. السكر، مع ان انا مش عايز احط السكر بس عشان الاطفال والحموضة والمزازة. ورقتين نعناع اخضر على المانجا. جربي. شفت الجمال بقى؟ هو ده. اوعى تحط العروق بتاعه النعناع، هتمرر لك المانجا وتودينا في حته تانية خالص. احنا ناخد الورقه بس، القطفه بتاعه الورقه دي كده زي الفل. والماء المثلج، الله على الصوت الحلو ده. واستاذنكم بصوت الخلاط. حلو قوي تمام. جاهز يا عم الشيف. الف هنا وشفا للي يشرب. ادي السموز المانجا بتاعنا الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صبابين العصير، ايوه زي ما قلت كده، زيدوا حالاته. زيدوا شرباته. المانجا مجمده لطيفه وجميله طالعه من التبريد، حاطين تلج، كوبايه العصير دي تروي العطشان ولا نحس بحر الصيف. شفتوا من نعم ربنا علينا؟ هو ده سموز المانجا. هنزينه دلوقتي بورقتين نعناع اخضر حلوين، ممكن بسلايز من الليمون حسب الرغبه. صينيه الفراخ بالدجاج لطيفه وجميله. شفنا المدرسه بسيطه وسهله، نفس الصينيه اللي حطينا فيها الخضار حطينا فيها الدجاج ودخلناها الفرن، بس اهم حاجه تكون مجهزه الشعله بتاعه الفرن. الصوره حلوه كده مخرجنا زي الفل تمام. وعملنا سلطه بصراحه فيها كل التفاصيل، اذا كانت التفاحه والخيار او الشوفان والخس بتاعنا الجميل. يعني السلطه دي لوحدها وجبه لطيفه وجميله مع عصير المانجا اصبحت حاجه زي الفل. النهارده الحد زي ما قلنا لحضراتكم، دايما بننتظر من الشيف المغازي نفتح التلاجة واللي موجود فيها بنطلعه ونعمله اكل صحي. ما بكلفكيش حاجه، هي الموجود هنعمله بطريقه اكل صحي. ولكن المدرسه المغازيه بتقول ايه؟ بتقول
كل المكونات نهرب من الدهون. إذا كان زبدة سمنة بلدي تاخد أجازة النهاردة، الزبدة تحضر ما أزجتش لا جنب الزبدة ولا السمنة، هو كل استخدامي مع معلقتين زيت زيتون. أنت ممكن تستخدمي أي نوع زيت عادي، مفيش أي مشكلة، ولكن الطريقة نفسها طريقة لطيفة وجميلة، بعيد عن المقليات أو الحاجات اللي فيها سمنة أو الكريمات والحاجات اللي إحنا كلنا عارفينها. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.